مثلما توجد حيوانات أليفة رائعة، توجد أيضا حيوانات في غاية السمية. من بين هذه الحيوانات السامة أقدم إلى حضراتكم من قناة كل جديد حول العالم هذا الفيديو عن أخطر 5 حيوانات سامة في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالمنا هذا يوجد الكثير والكثير من الحيوانات الأليفة جدا والرائعة الجمال في المنظر، ويوجد أيضا الحيوانات المميتة السامة جدا جدا، والتي قد تميت الإنسان في لحظة واحدة وربما من خلال لمسة واحدة. أتحدث إلى حضراتكم في هذا الفيديو عن أخطر 5 حيوانات من هذه الحيوانات السامة. أول هذه الحيوانات الضفدع الأصفر السام. هذا الحيوان البرمائي يعيش في سواحل كولومبيا وبنما المطلة على المحيط الهادي، ويعتبر حاليا هو أخطر الحيوانات الفقارية الموجودة على سطح الأرض. يعيش في الغابات المطيرة متنوع الألوان، وجلده يفرز مادة سامة جدا تؤثر على الجهاز العصبي، ويمكن أن توقف التنفس ونبضات القلب في لحظة واحدة، وبذلك تحدث أزمة قلبية حادة تؤدي دائما إلى الوفاة فورا للشخص المصاب. وعادة ما تكون المادة السامة نشطة خارج أجسام هذه الضفادع، فقد أظهرت بعض الدراسات وفاة بعض الحيوانات بمجرد تلامسها معها أو حتى السير بجوارها أو بالقرب منها. والسم الذي يحتويه جلد هذا الضفدع يكفي لقتل أكثر من 10,000 فأر، وقتل ما بين 15 إلى 20 شخصا أو أكثر من ذلك أيضا. يستطيع هذا الضفدع قتل أي حيوان يحاول أكله حتى إذا كان ثعبانا. يتغذى هذا الضفدع على النمل، ويعتبر النمل بالنسبة له العنصر الأساسي لغذائه والمصدر الأساسي أيضا لإنتاج سمه القاتل. ويقال أن الهنود الحمر قاموا باستخدام هذا السم عن طريق وضعه على سهام من أجل قتل الأشخاص في وقت قصير للغاية بفضل قوته السامة جدا. ثانيا، عقرب سكر المميت. هو أحد أنواع العقارب الخطيرة جدا، وتسبب في وفاة العديد والعديد من الأشخاص عند لدغهم. وعادة ما تكون الإناث أضخم في الحجم من الذكور بأربعة بوصات، وتمتلك ذيلا ضخما يبدو شفافا كالبلاستيك، ويتواجد بكثرة في أفريقيا. ويفضل هذا النوع من العقارب العيش في الأماكن الجافة والتي تكون أكثر في درجات الحرارة، وسمه قوي جدا. ولكن استطاع العلماء اكتشاف مضاد لمواجهة آثار هذا السم القاتل، ولكن في بعض الأحيان يترك آثارا طويلة على المدى البعيد كألم في الرأس وإرهاق مستمر وأيضا غيبوبة. ثالثا، الأخطبوط الأزرق. بيعرف أيضا باسم الأخطبوط الأزرق الحلقي. يعيش في مياه المحيط الهادي حول جزر اليابان حتى يصل إلى أستراليا، ويتميز بحلقات زرقاء وجلده الأصفر وحجمه مثل حجم كرة الجولف. يتميز هذا الأخطبوط الأزرق بقوة سمه، فيستطيع قتل أكثر من 26 شخص، وللأسف إلى الآن لا يوجد له مصل للعلاج من لدغاته القاتلة التي هي عبارة عن مادة سامة تتجمع في لعاب هذا الأخطبوط المميت. رابعا، الأرملة السوداء. سميت بهذا الاسم لأنها عادة ما تقوم بأكل شريكها بعد الإنجاب منه مباشرة، وتعتبر لدغتها خطيرة جدا على صحة الإنسان، وتكون لدغة الأنثى أخطر 3 مرات من لدغة الذكر. لهذا فهي دائما ما تستخدم لدغاتها للدفاع عن نفسها من الذكور. وذكرت بعض الدراسات أن السبب في أكلها لشريك حياتها بعد الإنجاب منه أن هذا من أجل العنكبوت الصغير ومساعدته في البقاء على قيد الحياة. خامسا، ثعبان التيبان الساحلي. يتميز بطول يصل إلى 3 أمتار، ويعتبر أكثر الحيوانات سمية بسبب سميته العالية جدا. يتغذى على الفئران في أغلب غذائه، ويتميز هذا الثعبان بقوة سمه، فلدغة واحدة منه تكفي لقتل أكثر من 125,000 فأر أو أكثر من 125 رجل،
وتقدر خطورة سم هذا الثعبان أكثر من 20 مرة من ثعبان الكبرى. وعند الإصابة بسم هذا الثعبان يتدفق السم إلى مجرى الدم، مما يؤثر على أعضائك مثل القلب والرئتين فلا تستطيع التنفس، ومن هنا تحدث الوفاة مباشرة. لهذا يجب الحرص والحذر جيدا من الابتعاد عن لدغة هذا الثعبان المميت. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن بعض الحيوانات الأكثر سمية. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.